بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله الدرس الثالث من تكنولوجيا الصف العاشر، وهو درس قواعد البيانات. وسنتعرف في هذا الدرس على عدة أمور، سنلخصها في البداية على هيئة مصطلحات، ومن ثم سنبدأ بشرح الدرس بالتفصيل. في هذا الدرس سنتعرف على قواعد البيانات ونظم قاعدة البيانات والجداول الإلكترونية وقواعد البيانات العلاقية والمفتاح من حيث الأنواع الثلاثة، الأساسي والمركب والأجنبي، والعلاقات من حيث واحد لواحد أو واحد لمتعدد أو متعدد لمتعدد. وسنتعرف على الحقل المنطقي والجداول والاستعلامات والنماذج. طبعا هنا حتى لا أكون أطيل عليكم في الشرح، هذه في البداية ملخص جميع المصطلحات الواردة في هذا الدرس، ولن أتطرق إليها لأن هذه المصطلحات ستمر علينا الآن بالتفصيل خلال الشرح، لكن ارتأيت أن يكون هذا التجميع للمصطلحات على أساس أن الطلبة يريد أن يكون جميع المصطلحات واضحة في الدرس. فهذه المصطلحات جميع المصطلحات الواردة بالتفصيل، سواء كانت بشكل رئيسي واضح في الكتاب أو من بين الأسطر، فبالتالي ستساعدكم كثيرا في فهم هذه المادة. ونبدأ الشرح على بركة الله. في البداية سنشرح مراحل تطور إدارة البيانات. في البداية كان النظام ملفات يدوية، ونحن نعرف أن الملفات اليدوية كان نظام قديم، وهذه عن طريق أن يتم إدارة بيانات المنشأة، ولتكن على سبيل المثال مدرسة، فكانت تحفظ الملفات والبيانات في مجموعة من الملفات الورقية مثل ملفات الطلبة. كانت عيوبها أنها اكتظاظ الملفات، بمعنى أن لو لديك مدرسة، هذه المدرسة فيها 1000 طالب، فإنك ستحتاج لـ1000 ملف، وهذا الـ1000 ملف كل سنة ستبدأ هذه الملفات بالازدياد والتراكم، مما يحجز مساحة كبيرة في طبعا حجم البيانات تزداد مع السنوات لأنها تتراكم، وتوجد كثير من الملفات تتكرر سنويا. من ثم بدأ العالم مع تطور وسائل التكنولوجيا إلى استخدام الجداول الإلكترونية. وأسباب اللجوء للجداول الإلكترونية تسهيل الأعمال. لماذا؟ لأن هذه الجداول كانت عملية الحصول على المعلومات تكون بسرعة وجهد أقل، لكن لها عيوب. أن عيوب تكرار البيانات في الجداول، عدم السيطرة على سرية البيانات ذات الخصوصية، خصوصا أنها سهولة نقل هذه المعلومات وسهولة إخفائها أكثر بكثير من المعلومات الورقية. صعوبة التغيير والتعديل على البيانات، خصوصا لو كانت هذه البيانات على شكل PDF، احتمال وقوع أخطاء منطقية وهي أخطاء في البرمجة أو ونوحوية أثناء التعديل، عدم تكامل واستقلالية البيانات، صعوبة السيطرة على إدارة البيانات بمعنى تداولها بشكل فعال يسبب توسع الأعمال، وهذه كلما توسعت الأعمال أصبحت ضرورة ارتباط هذه المعلومات بهذه البيانات بمعلومات أكثر من المكان التي توجد فيه. من ثم بدأت ظهور قواعد البيانات العلاقية. مع ضخامة وتنوع البيانات وتطور التكنولوجيا، أصبح لنا القدرة على الربط بين هذه المعلومات لتلافي العيوب التي تحدثنا عنها في الجزئية السابقة. فقواعد البيانات في ماذا تستخدم؟ استخدام قواعد البيانات تستخدم في التوثيق، في التحليل، توثيق البيانات، تحليل البيانات، سواء المقارنة بين البيانات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. طبعا هذا من ناحية الاستخدام، لكن من ناحية المميزات أنها خالية من التكرار، سهولة التعديل البيانات لضمان عدم وقوع أي نوع من أنواع الأخطاء، تحفظ على سرية المعلومات. وهنا تبدأ الجزئية الأساسية، وهي تكامل واستقلالية البيانات حسب كل جهة خاصة تستخدم هذه البيانات حسب ما ترتئيه المصلحة
العامة. تضمن قواعد البيانات تكامل واستقلال لأنها لا يحدث أي تكرار. هذه البيانات مثلا في الحقل الواحد تكون تبدأ في الحقل الواحد، نجمع البيانات من نفس النوع. وأيضا تستطيع استخدام ما تسمى أداة استعلام، أداة الاستعلامات. هذه أداة الاستعلامات تستخدم في قواعد البيانات، تستطيع من خلالها إضافة أو حذف أو استرجاع أو تحديث أي نوع من أنواع البيانات. وأداة الاستعلامات هذه تساعد في اتخاذ القرار. لماذا؟ لأنك تستطيع الحصول على المعلومات بسرعة كافية، فبالتالي تستطيع اتخاذ القرار في وقت مناسب. تحدث عملية تزامن للبيانات، بمعنى عند إجراء أي تعديل في أي جزء أو أي برنامج أو أي نموذج، فإن كل البيانات والجداول المرتبطة به يتم التعديل بها تلقائيا. لا يمكن إضافة بيانات جديدة تختلف قيمتها عن الصيغة المعلنة في الجدول، لأنها لا تستطيع إدخالها حسب العلاقات المنطقية. تعد التقارير قانونية بشكل رسمي خصوصا في حالة ختمها. عشان لذا عندما يسألك متى تصبح هذه التقارير قانونية، أو ماذا يلزم من أجل أن تصبح هذه التقارير قانونية بشكل رسمي، عند ختمها وتوقيعها من الجهة المسؤولة عن إخراجها. بمعنى لو أردت أن تخرج شهادة ميلاد، شهادة هوية، عند ختمها وتوقيعها من الجهة الرسمية فإنها تصبح قانونية. طبعا هنا أشهر برامج التي تستخدم في قواعد البيانات قمت بتجميعها لكم، سواء مايكروسوفت أكسس، اي بي ام دي بي 2، هذه البرامج بشكل كوين بلاس، كل هذه البرامج. وسنويا توجد كثير من البرامج، لكن هذه البرامج تكفي لمعرفتها بالنسبة لطرفكم. مراحل عملية، كيف يتم عملية بناء قاعدة بيانات؟ نبدأ في البداية بتصميم هذه القاعدة، ومن ثم ندخل كيف نريد أن ندخلها في الحوسبة التطبيقية. ومن بعد ذلك نبدأ خطوات تحليل هذه البيانات، بمعنى نحدد الجداول والحقول والمفتاح الأساسي. سنتعرف على المفتاح الأساسي لكل جدول ونوع العلاقة، وسندرس الآن أنواع المفاتيح والعلاقات. لكن قبل ذلك يوجد نشاط في نشاط 1.3 في مختبر الحاسوب، استخدمت أحد برمجيات جداول الحاسوب. صمم وادخل بيانات الجداول الآتية التي يمثل بيانات تسجيل الطلبة. طبعا هنا تجد هذه البيانات، هذا النشاط موجود في الكتاب. كم طالب مسجل في معالجة النصوص؟ مثلا انظر معالجة النصوص، يكون عدد الطلبات. طبعا هل تكررت بيانات الدورة لجميع الطلبات المسجلة؟ مثلا معالجة النصوص هي هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، إذا 4 طلبة. نعم، هل تكررت البيانات؟ نعم تكررت. لماذا؟ لأن معالج النصوص هنا تكررت. مثلا هنا مثلا في، لو نظرنا في التاريخ 1/3/2015، انظروا في هنا معالج النصوص 1/3/2015، فيوجد تكرار في معالج. هل هنا 30، هنا 30، هنا 500، هنا 500، فيوجد تكرار في البيانات. نعم يوجد تكرار في البيانات. هل يوجد طالب مسجل أكثر من دورتين؟ نعم وتكررت بياناتهم. نعم وتكررت بياناتهم. لماذا؟ هنا مثلا محمد أمين، ومحمد أمين تم سجل في دورتين معالج النصوص والجداول الإلكترونية، وسجل أيضا في معالج الصور، فبالتالي هناك تكرار في البيانات. هل هناك خصوصية في هذا الجدول؟ هل يحقق الجدول درجة أمان؟ لا. لماذا؟ لا يوجد خصوصية في هذا الجدول، لأن البيانات مكررة بشكل أساسي، ولا يوجد مفتاح أساسي في هذا الجدول، لا يوجد مفتاح. طبعا ما هو المفتاح الأساسي؟ هو مفتاح دوري. كم عدد الدورات اللي اشترك فيها محمد أمين؟ 3 دورات محمد أمين اشترك فيه، معالجة النصوص والجداول الإلكترونية ومعالجة الصور. كم عدد الطلبة الذي التحقوا في دورة معالجة النصوص ودفعوا مبلغ أقل من 500؟ 3 طلبة. طبعا المبلغ تجده هنا الرسوم. ماذا لو طلب منك تعديل بيانات دورة معالجة النصوص في حال كان عدد الطلبة المسجلين في هذه الدورة كبير جدا؟ كم سجل في هذا الجدول سيخضع، كم سجل في هذا الجدول سيخضع للتعديل؟
هل يوجد ضمان لعدم وقوع الأخطاء؟ طبعا هناك أربع سجلات ستخضع للتعديل، لا يوجد ضمان لعدم وقوع أي أخطاء. برأيك لماذا دفع بعض الطلبة سوما أقل؟ لأن بسبب تكرار البيانات في الجدول. البيانات كما رأينا في الجدول يوجد فيها تكرار كثير وعدم استقلالية وتكامل واستقلالية البيانات، بمعنى أن هذه البيانات لو كانت هناك مستقلة لكل دورة خاصة فيها فإنه لن يستطيع أن يدفع أي لن يستطيع إدخال قيمة رسوم أقل من القيمة التي يتم وضعها، لكن لا يوجد استقلال ولا تكامل في هذه المعلومات، فبالتالي يوجد تكرار، فبالتالي يكون هناك أخطاء. تقوم أنظمة الإدارات الحديثة باستخدام برامج قواعد البيانات. أين مثلا الإدارات المدرسية؟ الإدارات المدرسية لديها كمية ضخمة من البيانات، فمثلا يوميا تقوم باستخراج البيانات، تحليل العلامات، إعداد كشوفات مختلفة، أسئلة الاختبارات، طباعة التقارير المختلفة، كلها هذه ضخامة في المعلومات. مثلا في يوجد نشاط، هذه النشاط كما ترون هنا جدول الطلبة، جدول التسجيل وجدول الدورات. هل يوجد علاقة بين الجداول أم بيانات الجداول المنفصلة؟ نعم، لا يوجد علاقة، وهي علاقة منطقية. مثلا لو رأينا هنا رقم الطالب واحد، رقم الطالب موجود في جدول الطالب، ورقم الطالب أيضا يوجد في جدول التسجيل، يعني هنا رقم الطالب يوجد في جدول الطلبة وأيضا رقم الطالب يوجد في رقم التسجيل. رقم الدورة هنا رقم الدورة موجودة في سجل التسجيل، هنا رقم الدورة وأيضا موجودة في جدول الدورات. في أي حقل من الحقول على لا يمكن تكرار بياناتها، ولماذا في أي جدول؟ طبعا لا يمكن تكرار رقم الطالب، انظروا هنا رقم الطالب لم يتكرر ولم يتكرر رقم المتسلسل. ما الدورات التي اشترك فيها الطالبان حسن مالك وجهاد محمد؟ طبعا انظروا حسن مالك ماذا ما رقمه؟ رقمه 4. انظروا هنا رقم 4 ما الدورة التي اشتركها؟ 101. ننزل هنا 101 ما اسم الدورة؟ معالج النصوص، وهكذا. مثلا هناك جهاد مراد، جهاد مراد رقم الطالب 5. نذهب إلى جدول التسجيل، 5 ماذا سجل؟ دورة رقم 104. نذهب هنا 104 في جدول الدورات، ما هي؟ معالج النصوص، وهكذا يتم الربط بين الدورات. طبعا هنا أنت معا في هذه الجداول، جدول الطالب، جدول النتائج، جدول العلامات. ما اسم الطالب الذي حصل على أعلى علامة في مبحث التكنولوجيا؟ في مبحث التكنولوجيا لو رأينا هنا العلامة، طبعا التكنولوجيا هنا ما أعلى علامة؟ هي 97. أعلى علامة، آسف، أعلى علامة هنا 98. 98 لو رأينا رقم الجلوس لها هي عبارة عن 13,009,488. لو رأينا هذا الرقم، هذا هنا، هذا الرقم رقم 5. لو ذهبنا طبعا هذا الرقم، لو رأينا رقم الجلوس تكرر هنا، ما هو رقم؟ رقم شيرين علي، فشيرين علي، وهكذا تستطيع أن تربط. كيف أمكن إخراج معدل كل طالب في الجدول النفس؟ طبعا المعدل معروف، تقوم بجمع علامات الطالب للمواد الخمسة، بمعنى التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، هنا 5 مواد نقوم بجمعها ثم نقسمها على 500 وضرب الناتج ب100 أو ب100%. طبعا ما بيانات السجل الثالث في الجدول الثالث؟ طبعا السجل الثالث طبعا في جدول العلامات، طبعا هنا جدول العلامات، السجل هنا هذه هي السجل وهو عبارة عن الخط الأفق. بالنسبة لأنواع المفاتيح، هناك مفتاح أساسي، هذا المفتاح له مميزات، هو حقل واحد فريد مثل رقم الجلوس، رقم الهوية، رقم الطالب، حقل تشكل معا صفة فريدة، لابد معا هذه الحقول عندما تشكل صفة فريدة معا تسمى مفتاح مركب. مثلا مثل الاسم والعنوان، الاسم
صفة أساسية والعنوان. هنا لو تم جمعهما معا يصبح ما يسمى مفتاح مركب، لكن لو كان حقل واحد فقط وهذا الحقل لا يتكرر مثل رقم الهوية، رقم الطالب، رقم الجلوس، في هذه الحالة يكون مفتاح أساسي. خصائص مفتاح الأساسي وهي أساسية أن تحفظها: حقل فريد لا تتكرر قيمته نهائيا. المفتاح لا يسمح بتركه بدون قيمة، بمعنى لا يمكن التسجيل إلا أن تدخل قيمته. يمكن أن يكون المفتاح رقم، ممكن أن يكون نص، يتم الوصول لأي سجل من الجداول عن طريق المفتاح الأساسي. بينما المفتاح الأجنبي، المفتاح الأجنبي هو مفتاح رئيسي صفة في جدول تم إضافته إلى جدول آخر، يعني هو مفتاح أساسي في جدول مثلا اسم في جدول مثلا هنا، فهو مفتاح رئيسي في جدول، لكن هو في جدول آخر مفتاح أجنبي مثل رقم الجلوس في جدول النتائج. فائدة المفتاح الأجنبي: هذا المفتاح الأجنبي هو الذي يقوم بربط الجداول قواعد البيانات من أجل أن تستطيع استخراجه، وهذا الكلام سنراه بعد قليل. ملاحظات على المفتاح الأجنبي: المفتاح الأجنبي لا يشترط وجود مفتاح أجنبي في كل جدول، ويمكن أن يتكرر قيمة المفتاح الأجنبي بعكس المفتاح الأساسي الذي لا يمكن أن يتكرر قيمته. يجب أن تكون جميع قيم المفتاح الأجنبي موجودة في المفتاح الأساسي. مثال: هنا جدول المبحث، وهنا جدول الطالب، زي جدول العلامات. هنا رقم المبحث لم يتكرر، وهنا انظروا رقم المبحث هنا تكرر. فهنا أي صفة التي يمكن أن تعتبر مفتاح أساسي طبعا. هنا طبعا المفتاح الأساسي، هنا رقم المبحث مفتاح يكون أساسي، لكن أصبح في بالنسبة لجدول المبحث، لكن في الجدول الطالب لأنه تكرر هو أصبح جدول مفتاح أجنبي. إذن هنا لم يتكرر رقم المبحث فهو مفتاح أساسي، وعندما نقلناه إلى جدول آخر وأصبح بالتكرر أصبح مفتاح أجنبي، لأن المفتاح الأجنبي هو مفتاح أساسي في جدول ومفتاح أجنبي في جدول آخر. مثل ماذا يمكن أن تعتبر مفتاح؟ بصمة الإصبع، الاسم الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الاسم الثلاثي، رقم السيارة، بصمة الدي إن إيه. كل هذه ماذا يمكن أن يعتبرها؟ بصمة الإصبع لا تتكرر، إذن هي مفتاح أساسي. رقم الهوية لا تتكرر، إذن هي مفتاح أساسي. رقم السيارة لا يتكرر، إذن هي مفتاح أساسي. لكن بصمة دي إن إيه لا تتكرر، مفتاح أساسي. لكن الاسم الثلاثي قد يتكرر، تاريخ الميلاد قد يتكرر، اسم العائلة قد يتكرر، الاسم الأول قد يتكرر، فهذه ليست مفتاح أساسي. ما أهمية المفتاح الأجنبي؟ المفتاح الأجنبي هو الذي يربط بين الجداول في قاعدة البيانات. حدد المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي. انظروا هنا في جدول الطالب، جدول الطالب رقم الطالب، رقم الطالب هنا لم يتكرر فبالتالي هو مفتاح أساسي. في جدول المباحث رقم المبحث، في جدول العلامات رقم العلامة. لماذا؟ العلامة لم تتكرر، لكن هنا مثلا رقم الطالب تكرر، لأن هنا 102 و102. هنا رقم المبحث تكرر 10 و10، فبالتالي لا يمكن اعتباره مفتاح أساسي. جدول فبالتالي هذه هي جدول. حدد المفتاح الأجنبي في الجداول الآتية. هنا مثلا هنا مفتاح أساسي، هذا المفتاح جدول المبحث مفتاح أساسي، لكن عندما يتكرر في مبحث آخر، طبعا هنا مثلا المفتاح هذا رقم المبحث ستجده يتكرر في مباحث أخرى، يعني مثلا رقم المبحث هنا أساسي تكرر هنا في جدول آخر فأصبح مفتاح أجنبي. هنا مثلا رقم الطالب في جدول الطالب مفتاح أساسي، لكن عندما تكرر في جدول آخر أصبح مفتاح أجنبي. وبالتالي المفتاح الأجنبي لو رأينا المفتاح الأساسي هنا لم يحدث تكرر، لكن عندما انتقل إلى جدول آخر كان هناك تكرر، يعني هنا 10 و10 بالنسبة للرقم. فالمفتاح الأجنبي يمكن أن يتكرر، وهو كان مفتاح أساسي في جدول ثم عندما نقل إلى جدول آخر أصبح مفتاح أجنبي. وهنا خريطة توضح لك قاعدة البيانات، المفهوم، أنواع المفاتيح.
فمثلا مفهومها قاعدة بيانات مخزن معلومات مكون من جداول منظم مترتبط في جدول الكيان مكان لتخزين البيانات الحق صفة من صفوف الجدول سجل مجموعة الحقوق ذات المعنى الكامل. بينما المفتاح الأساسي مفهومه حقل أو مجموعة حقول في السجل شروطه لابد أن يكون فريد لا يتكرر لا تكون قيمته فارغة. طبعا ممكن أن يكون لو حقل واحد يكون مفرد لو حقلين يكون مركب. المفتاح الأجنبي هو مفتاح أساسي في جدول ومفتاح في جدول آخر. بالنسبة للروابط، الروابط هي العلاقات المنطقية يعني نعم لا بين كيانين أو أكثر، وتكون هذه الكيانات لا تكون في صفات، بمعنى أن لإنشاء رابطة بين جدولين لابد من وجود حقل مشترك بينهما. من أجل ربط هذين الجدولين لابد أن يكون هذا الجدول هو مفتاح أساسي في جدول، وهذا الحقل يصبح مفتاح أجنبي في جدول آخر، ومن خلالهم يتم ربط البيانات. طبعا لماذا أهمية الروابط؟ طبعا الروابط هي التي تقوم بالأساس لبناء قاعدة البيانات. لماذا؟ حتى تكون متماسكة فتستطيع أن تربطها، من أجل ضمان التناسخ بين المعلومات، استرجاع البيانات يكون أكثر سهولة. وهي ثلاثة أنواع، واحد لواحد وان تو وان، مثل بطاقة الجلوس لها رقم واحد ورقم الهوية له بطاقة واحدة، أو علاقة واحد متعدد، مثلا طالب يدرس في صف واحد ولكن في الصف الواحد يكون أكثر من طالب متعدد التعليم، يعني الطالب يدرس عدة مباحث والمبحث الواحد يدرسه أكثر من طالب. وهنا النشاط 1 ل 3 ل 4، ما نوع العلاقة؟ طبعا واحد لواحد. لماذا؟ لأن كل رقم مدرسة لها مدير واحد، كل مدرسة لها فقط مدير واحد. نوع الرابطة لواحد هنا ولي متعدد. لماذا؟ لأن هنا مثلا أمين مصطفى هو ولي أمر واحد لكن له أكثر من طالب، يعني هنا له أكثر من ابن، فهو ولي أمر لكن له أكثر من ابن في المدرسة، فهو تكون واحد لمتعدد. ما نوع العلاقة بين جدول الطالب وجدول المبحث؟ متعدد المتعدد، لأن كل أكثر من طالب لهما أكثر من جدول. فوائد قواعد البيانات أهمية، طبعا هنا حتى لا يكون الفيديو طويل هي قمت بتلخيصها لكم. أين تتواجد البيانات؟ في أكثر من مكان، توجد في وزارات وهي موجودة لكم الداخلية، وأي وزارة تكتبها هي صحيحة بشكل أساسي، وتستخدم علاقة من نوع واحد من واحد لمتعدد. هنا خريطة قمت بتجميع فيها البيانات تستطيع الاستفادة منها كأمثلة. وهنا حل أسئلة الدرس. نرجو أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم. إن أعجبكم نذكركم أنه يوجد شرح لباقي الأنواع أو باقي الدرس الأول والثاني في القناة. هنا باقي حلول الأسئلة ولماذا؟